أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة الأنفال، ومع الآية السادسة والثلاثين، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أولاً، الكافر يتوهم بسذاجة ما بعدها سذاجة، وبغباء ما بعده غباء، أنه قادر أن يوقف دعوة الله إلى السلامة والسعادة وإلى الدار الآخرة. إله عظيم بيده مقاليد السماوات والأرض، أمره كن فيكون. تستطيع أنت أيها الإنسان أن تلغي دعوة الله عز وجل؟ مرة ذكرت لكم من قبل، كنت في يعني قصر، ساحة الاستقبال أو قاعة الاستقبال 2000 متر مربع، مزينة بذهب وزنه 5 طن. وفي هذا القصر المنيف، يعد من أندر القصور في العالم، ساعة توقفت على 9 أو 5 دقائق. سألت، قال: هذا الوقت الذي مات فيه صاحب هذا القصر وأراد إلغاء الإسلام كلياً، لم يدع وسيلة إلا واستخدمها لإنهاء الإسلام في بلده، والإسلام باق وفي أعلى درجة الآن، وهذا الإنسان مات ولم يتحقق مراده. يعني من سابع المستحيلات أن تتوهم أنه بنفخة من فمك تطفئ ضوء الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها الإخوة، أي إنسان يتوهم أنه قادر على إلغاء دعوة الله للدار الآخرة فهو غبي وأحمق، لأن الله عز وجل بيده كل شيء. لذلك إن الذين كفروا ينفقون أموال طائلة، والله مليارات تنفق لإنهاء الإسلام، والإسلام يزداد قوة. عظمة الإسلام أنك إذا أردت أن تطفئه كمن يطفئ النار بالزيت، الزيت يزيدها لهبا، إن قمعته يزداد قوة، وإن قبلته يزداد قوة، على الحالتين يزداد قوة. والآن حرب عالمية سالسة معلنة على الإسلام في كل بقاع الأرض، والدين الأول في الأرض نمواً. كل يوم يدخل 50 فرنسي في الإسلام يومياً. تنبأوا عام 2020 الدين الأول بفرنسا الإسلام في الغرب. في أمريكا 2700 جامع، الجالية 10 ملايين، ونمو هذا الدين يلفت النظر، لأنه دين الحق، لأنه دين الله. لذلك هذا العالم الأمريكي الذي قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله
سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. بل إن الله يعطينا جرعات منعشة. أنا أعلم علم اليقين أن ضعاف الإيمان من المسلمين دخلوا في ثقافة اليأس، وثقافة الإحباط، وثقافة الطريق المسدود، ولكن الله أعطانا جرعات كثيرة. طبعاً إسرائيل هي العصا الغليظة في المنطقة، ولها وظيفة واضحة كالشمس، ردع أي قوة في الشرق الأوسط تفكر أن تقول لا للغرب، لكن هذه العصا الغليظة كسرت مرتين، مرة 2006 ومرة 2008، ولم تعد عصا غليظة، والذين كسروها أقل منها بمئات المرات، لكن الله عز وجل يرينا آياته. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انهيار النظام المالي في العالم أكبر دعم لهذا الدين. العالم كله ينظر بدهشة للنظام الإسلامي. الإسلام لا يجيز شراء الدين ولا بيعه، والسبب الأول لإفلاس معظم البنوك أنهم يتعاملون بالديون كسلعة. بتقدم سندات، بايع بضاعتك بالدين، البنك يشتريها منك ويبيعها عشرات المرات. المتاجرة بالدين في الإسلام ممنوعة، الربا ممنوع، وكل تجارة متعلقة بالزنا والخمر ممنوعة. الآن العالم كله يتطلع إلى النظام الإسلامي المالي، أليس هذا دعماً من الله عز وجل؟ قبل أسبوع أغلقت في روسيا كل النوادي الليلية لأنها تسبب فساد في المجتمع، وقبل انهيار النظام السوفيتي حرموا الخمر. كلما تقدم العالم اقترب من الدين، لا لأنه يعبد الله، لكن لأنه يرى أن مصلحته في أن يقترب من أوامر الدين. أيها الإخوة، كلام دقيق جداً. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، سين للاستقبال، يعني قد لا يرتدع، قد لا يفكر، قد يطمح بسذاجة أنه إذا أنفق المليارات الممليرة لإنهاء الدين يتحقق له ذلك. يعني في بلاد إسلامية منع الحرف العربي، منع الحجاب، منع كل شيء يشير إلى الإسلام، منع الزي الإسلامي، منع الأذان، منع كل شيء، والإسلام باقٍ وينمو نمواً عجيباً، لأنه دين الله. إياكم أي أن تتوهموا أن المسلمين قد انتهوا. المسلمون في خير عميم، لأن الله لا يتخلى عنهم. أنا أخطر شيء يؤلمني أن نهزم من الداخل، أن يقول واحد انتهينا. لا، ما انتهينا، الله عز وجل يؤدبنا، لأن فينا خير كثير إن شاء الله. هناك تضييق، هناك شدة، نحن تماماً كإنسان معه التهاب معي لحاد، هذا المرض قابل للشفاء، إذاً يخضع لحمية شديدة جداً، وإنسان آخر معه ورم خبيث منتشر في جميع أنحاء جسمه. الثاني سأل الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. أيهما أفضل، أن يقال لك كل ما شئت والأمل معدوم بالشفاء، أم أن تخضع لحمية شديدة جداً والأمل كبير بالشفاء؟ هذا الإقبال على الدين، هذه الصحوة الإسلامية، سببها الشدائد التي ساقها ربنا جل جلاله للمسلمين. هذه الشدائد تحثنا على طاعة الله، وأيام الرخاء والبحبوحة والدنيا العريضة حجاب بين الناس وبين ربهم. فلذلك
هذا شيء مطمئن. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الطائلة مليارات من أجل تقويض الدعوة الإسلامية، مليارات من أجل منع الشعائر الإسلامية، والناس يزدادون تمسكاً بإسلامهم ويقيناً بصواب دينهم وإقبالهم على ربهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون هذه الأموال الطائلة والملايين المملينة بل المليارات المملينة تكون عليهم حسرة لأنهم أنفقوها ولم ينتفعوا شيئاً، بل ازداد الدين قوة مع إنفاقها. احفظوا هذا المثل: إن أردت مكافحة الدين كمن يطفئ النار بالزيت، الزيت يزيد النار اشتعالاً. ثم تكون عليهم حسرة في داخلهم ثم يغلبون. يعني أوضح مثل الصحابة الكرام، شباب ضعفاء قلة أمام صناديد قريش، زعماء قريش، سادات قريش، غنى وأسلحة وكل الإمكانات معهم، وحاربوا وقاتلوا وتآمروا، وفي النهاية الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام هم الآن في مزبلة التاريخ، والذين أيدوه ونصروه في أعلى عليين وفي لوحة الشرف الإنسانية. لذلك أتمنى على الإنسان أن يعتقد يقيناً أنه إذا كان في خندق معاد للدين فسوف يهزم قطعاً. يعني للتقريب، من أنت كمواطن ضعيف لتقف أمام دولة مع جيش، مع قوات أمن، مع شرطة، مع أموال طائلة، مع أجهزة، مع كل شيء؟ هل يستطيع مواطن ضعيف أعزل أن يقف أمام دولة عملاقة؟ نحن بمنطق الأحداث نرفض هذا. فكيف إذا أراد عبد ضعيف أن يقف أمام الحق؟ لذلك أطمئنكم أن قوى الأرض مجتمعة لا يمكن أن تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه، والدين يزداد قوة في العالم كله، يزداد تأصلاً، يزداد انتشاراً. الناس حاجتهم إلى الدين كحاجتهم إلى الهواء. هل بإمكان أهل الأرض أن يمنعوا عنك الهواء؟ يمنعون عنك الطعام والشراب، يمنعون عنك المأوى، أما يمنعون الهواء مستحيل. والدين هواء للنفس، ولأنه هواء لا يمكن لأحد أن يمنعه ولا أن يحتكره، لا واحد ولا فئة ولا طائفة ولا جماعة ولا عصر ولا مصر. الدين دين الله، ولذلك في النفس فراغ لا يملأه إلا الدين. قد يكون أغنى الأغنياء وقد يكون أقوى الأقوياء، لكن هو بحاجة إلى أن يؤمن بالله ليطمئن، بحاجة إلى أن يؤمن بالله كي يشعر بالأمن، كي يشعر أن إلهاً عظيماً يحميه، إله عظيم يستجيب له، إله عظيم يوفقه، إله عظيم يلجأ إليه، إله عظيم يدعوه، إله عظيم يتوكل عليه. لذلك من أعجب العجب أن تعرف الله ثم لا تحبه، كما أنه من أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الطائلة ليصدوا عن سبيل الله،
منكم جيد، لكن غباءهم جعلهم يتوهمون أن إنساناً قوياً بإمكانه أن يلغي دعوة من الله، من خالق السماوات والأرض. توهموا أن هذه الأموال توقف المد الإسلامي، توقف انتشار الإسلام، توقف تألق الإسلام، فسينفقونها، وبعد أن ينفقوها أهدافهم لا تتحقق، بل يتحقق عكسها. إذا تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها الإخوة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون، كلام واضح. قل للذين كفروا ستغلبون. أيها الإخوة، يعني الإنسان حينما يبتعد عن الله يصبح في عمى، لا يرى رؤية صحيحة، يرى بسذاجة وضيق أفق أنه بإمكانه أن ينهي الدعوة إلى الله. هذا من حمقه ومن غبائه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم وبئس المصير. أضرب لكم بعض الأمثلة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لو أنه فكر قليلاً، أبو لهب نفسه، وذهب إلى النبي ممثلاً كاذباً وشهد أنه لا إله إلا الله وأن النبي الكريم رسول الله، يلغي الآية كلها. لذلك قال العلماء: الله طريق الإرادة، هو حي. وقال الله عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. يكفي أن يذهب إلى النبي الكريم كاذباً منافقاً ويدعي أنه أسلم وينطق بالشهادة، شهادته تلغي هذه السورة. الأمر بيد الله، الله عز وجل طليق الإرادة. طيب، مثل آخر: سيقول السفهاء من الناس، يعني الله عز وجل وصف الطرف الآخر بأنهم سفهاء، وأنتم أيها السفهاء، القرآن يخاطبهم، ستقولون كذا وكذا. أبو لهب يحتاج إلى أن ينطق بلسانه الشهادة، هؤلاء لو سكتوا لألغوا الآية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وفعلاً السفهاء قالوا ما ولاهم، والله أخبرهم أنهم سوف تقولون كذا. لو أنهم فكروا فصمتوا ألغوا الآية. معنى ذلك أن الله أعطانا حرية الاختيار، ولكن في أي لحظة يأخذها منا. لذلك كيف ربنا عز وجل يؤدب العصاة؟ إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. أين عقلك؟ بيكون ذكي جداً حينما يصدر قرار من الله بتأديبه، يأخذ عقله فيرتكب حماقة ما بعدها حماقة. قضية دقيقة جداً، أنت مخير. أما حينما تختار أن تؤذي الناس، حينما تختار أن تكفر بالرحمن، الله عز وجل يؤدبك بعمل سيء تفعله وقد أخذ منك لبك. إن ربك إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يعني الله طليق الإرادة، منحك الإرادة الحرة وفي أي لحظة يأخذها منك، وحينما يأخذها منك يرتكب الذكي حماقة ما بعدها حماقة. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. هلا عفواً، أثناء العام الدراسي
كل الطلاب يرتدون ثياب موحدة، وأي إنسان يراهم في الطريق طالب في لون للثانوي لون للإعدادي، أليس كذلك؟ فطالب يمشي في الطريق مرتدي ثياب معينة، هذا من طلاب المرحلة الثانوية، وطالب آخر مرحلة إعدادية. أثناء العام الدراسي الأوراق مختلطة، بعد الامتحان يتميزوا ناجح وراسب، واضح تمام. الآن يعني المؤمنون، كيف ربنا جل جلاله يميز الخبيث من الطيب؟ حادث الإسراء والمعراج، بعض ضعاف الإيمان من المؤمنين، مو معقول أن يذهب إنسان من مكة إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة، هذا كذب. الإسراء والمعراج امتحن المؤمنين. أوضح مثل أن الفرق الرياضية تجري مباريات فيما بينها للتصفية، فلما نزم الفريق خلاص خرج، المنتصر الأوحد يدخل في المسابقات الدولية، هي اسمها مباريات التصفية. ففي فرق عديدة رياضية يجب أن تختار الدولة فريقاً واحداً للمسابقات الدولية، فتجري عمليات تصفية، فالضعيف يسقط، والله عز وجل من حين لآخر يجري تصفية للمؤمنين. امتحان، يعني إذا منع الحجاب في بلد معين فضعيفات الإيمان تقول ممنوع الحجاب، والله أعرف أخت كريمة تحضر دكتوراه في فرنسا، فلما منعت الحجاب منعت من دخول الجامعة وهي محجبة، لغت الدكتوراه وعادت إلى بلدها وبحثت عن دولة ثانية ولم تنزع حجابها. فالقضية امتحان، أيام الله عز وجل يسوق شدة، هذه الشدة يفرز بها المؤمنون، بهذه الشدة يفرز بها المؤمنون. فلذلك أيها الإخوة، فعل الله عز وجل حكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب، ووقت نفسك أنك ممتحن، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك. أي شيء نلته من الله، نلت علماً ممتحن في هذا العلم، هل تنفقه في سبيل الله أم تتاجر به؟ ممتحن بالمال، هل تنفقه لخدمة المسلمين أم تنفقه للتنعم فقط ولتستعلي عليهم فخرج على قومه بزينته؟ ممتحن بالذكاء، هل تستخدم ذكاءك لبيان الحق أم تستخدم الذكاء لمصالح شخصية؟ أي شيء نلته من الله أنت ممتحن به، وأي شيء زوي عنك أنت ممتحن به، أنت ممتحن مرتان. لذلك الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك أيها المؤمن في مرحلة فيها تأديب، إذا في مخالفات، في تقصير، في تجاوزات، هناك مرحلة التأديب، تأتي المصيبة كعقاب، في إنفاق مع تبذير، في منع إنفاق، في بخل، في تقتير، في تقصير بالعبادات، يمر المؤمن بمرحلة التأديب. الآن استقام، بعد التأديب استقام، المرحلة الثانية مرحلة الابتلاء، تمتحن وأنت مستقيم، تأتي المصيبة ماذا تقول؟ المؤمن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هي مرحلة الامتحان، فإذا نجحت في مرحلة التأديب فتبت، وإذا نجحت في مرحلة الامتحان فصبرت، الآن تدخل في مرحلة ثالثة هي التكريم، فأنت بين التأديب والابتلاء والتكريم. هذه المراحل قد تكون متداخلة، يعني بيوم واحد تأتي مصيبة عقاب تأديب، مصيبة امتحان وإكرام، أو تكون متمايزة في مرحلة معينة
أدبك الله حتى استقمت على أمره، مرحلة ثانية امتحنك حتى ثبت على الحق، الثالثة تكريم. وطن نفسك، ما في حياة من دون ابتلاء. إنا كنا مبتلين، إلا أن المصائب إذا جاءت هي خمسة أنواع. نوع خاص بالأنبياء، مصائب كشف ينطوي على كمال من أعلى مستوى، هذا الكمال لا يظهر إلا بمصيبة كالطائف، يذهب على قدميه مشياً 80 كيلومتر في الجبال ليدعوهم إلى الله، يصدوه، يكذبوه، يسخروا منه، يغرون صبيانهم أن يضربوه بالحجارة، ويسيل الدم من قدمه الشريف، ويقول: يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، حبيب رب العالمين، يضرب والدم يسيل منه. الآن الامتحان، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين. الآن الله مكنه أن ينتقم منهم، مكنه أن يلغي وجودهم. قال: لا يا أخي، لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم بالهداية واعتذر عنهم، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه النبوة، هذه النبوة. ضربوه وكذبوه وسخروا منه، ومكنه الله أن ينتقم منهم. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. أيها الإخوة، هي مصائب كشف. يعني عندك مركبة 120 حصان، هذه القدرة المتناهية في قوة المحرك لا تظهر في طريق مستوي ولا في طريق نازلة، تظهر في طريق هي زاويته وتمشي بسرعة عالية. هذا المحرك لا تظهر قيمته إلا بحالات نادرة جداً. مصائب الأنبياء مصائب كشف، أما مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. يعني في تهاون بالعبادات، في عبادات شكلية، يصلي صلاة صورية، غض بصره ليس حازماً، إنفاقه قليل، يعيش مع الناس، يلهو معهم، مؤمن لكن مقصر. هذا يحتاج إلى مصيبة دفع تدفعه إلى الله. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية متعلقة بمصائب المؤمنين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذه المصيبة، هذه مصائب دفع. الحالة الثانية مصائب رفع، يعني أنت رضيت أن تكتفي ببناء المساجد، لكن عندك إمكانيات كبيرة جداً، يمكن أن تضيف إلى بناء المساجد أن تكون داعية كبير. فحينما ترضى بعمل صالح متواضع وأنت عندك إمكانات كبيرة جداً، يسوق الله لك مصيبة تجعلك ترفع مستوى عملك. أي مصائب رفع، مصائب دفع، مصائب رفع. آيتها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما مصائب الكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم. إذا في واحد بالمليون خير تأتيه مصيبة ردع، مصيبة كبيرة
لكن في بقية بحياته لعله يرجع، وإذا ما في أمل أبداً ولقد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، تأتي مصيبة القصم. لذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. صار في خمس أنواع: مصائب الكشف للأنبياء، مصائب الدفع والرفع للمؤمنين، مصائب القصم أو الردع للكفار والمشركين. وفلسفة المصيبة جزء من الإيمان. لذلك أيها الإخوة، ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني تكلم ما شئت، امدح نفسك كما تريد، لكن الله قادر أن يضعك في ظرف دقيق جداً يكشفك على حقيقتك، يحجمك. قد تقول كلمات لأمك قبل أن تتزوج رائعة جداً، فإذا تزوجت انحست إلى زوجتك ورأيت أمك عبئاً عليك وأحياناً تعنفها، كل شيء قلته سابقاً لست صادقاً فيه. أنت تكلم ما شئت، امدح نفسك كما تتمنى، لكن الله متكفل أن يحجمك، يضعك في ظرف صعب جداً تظهر على حقيقتك. أنا ما بتقاضى قرش حرام، تمام، ألف، ألفين، خمسة آلاف، إجاك مليون، يقول لك بلوى عامة، شو بدنا نسوي؟ أنا عندي أولاد. طبعاً اختلف الوضع، أنت بتقول أنا ما بقبض قرش حرام، ما بتعرف حالك، الله بيعرفك. فلذلك الله قال، قال أحد الأئمة الكبار: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لا تعلم أنت وضعك لو معك مئة مليون، ما بتعرف. فلذلك الله عز وجل حكيم، ما أنت فيه ليس في الإمكان أبدع مما كان، تنطمنك، ما أنت فيه ليس في الإمكان أبدع مما كان. اعلم يقيناً أنه مكان ولادتك وزمن ولادتك وكونك ذكر أو أنثى وأمك وأبوك أكمل شيء لك، يلي أنت فيه مسير، أنت مخير بكل ما كلفت، أي أمر تكليفي أنت مخير، إلا أنك مسير في كونك ذكراً أو أنثى. حدا خيرك؟ لا، أنت مسير في أمك وأبيك، مسير في مكان ولادتك، مسير في زمن ولادتك. مكان ولادتك وزمن ولادتك وأمك وأبوك وكونك ذكر أو أنثى، هذا أكمل شيء لك. عبر عنه الإمام الغزالي فقال: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. ارتاح، يعني أنت في مسير، إذا كشف الله لك يوم القيامة الحكمة من كونك ذكر أو أنثى أو فقير أو غني أو ابن ملك أو ابن فقير، إذا كشف الله لك وضعك الذي لست مخيراً فيه، إن لم تذب كالشمعة حباً بالله فهناك مشكلة. اطمئن، ليس في الإمكان أبدع مما كان. لذلك الإمام سيدنا علي له كلمة رائعة يقول: والله والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. الآن نص آخر: والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. العداد مسكر على الآخر، أخي سريع ما بقى الآخر. لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يا أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني مثلاً في ألف طبيب بالقاهرة، ألف طبيب، أطباء محترمون معهم شهادات عليا يعملون في المستشفيات،
صار في بالقاهرة زلزال، عدد كبير منهم سافر للإسكندرية وعدد قليل بقي في القاهرة ليعالج الجرحى. الزلزال كشف شيء عجيب. قل ما شئت، ادعي ما شئت، صنف نفسك في أي مرتبة تريد، الله متكفل أن يكشفك على حقيقتك. في بلد نزع الحجاب، ضعيفات الإيمان خلعنا الحجاب، وقويات الإيمان تمسكنا بالحجاب. الله عز وجل يسوق شدائد، هذه الشدائد تفرز المؤمنين أبداً، تفرزهم. ومهما ادعيت أنك في هذا المستوى، في امتحان صعب جداً، توضع في ظرف حرج جداً، تكشف فيه على حقيقتك. أي معنى؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أخطر شيء أنك ممتحن، والله ممتحن كل ساعة وكل دقيقة، ممتحن في كل موقف. فلذلك الصحابة الكرام امتحنوا في بدر فنجحوا، قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم أنفسهم وهم صفوة البشر ومعهم سيد البشر في حنين قالوا اختارنا، لن نغلب من قلة، اعتدوا بعددهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وطن نفسك أنك ممتحن، وأن الإنسان دقيق، قد يستطيع أن يخدع معظم الناس لبعض الوقت، أما أن يخدع الله أو أن يخدع نفسه لثانية مستحيل، لثانية واحدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلذلك يخادعون الله وهو خادعه. أنت مكشوف، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مكشوف 100%. فالبطولة أن تكون مكشوفاً وأنت على حق. نعم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. والحمد لله رب العالمين.